اهلا بيكم. النهارده انا هكلمكم على ثلاث جرائم ممكن الواحد يعملهم وفاكر انهم اخطاء بسيطه في الانتخابات، فاتفرجوا على الفيديو ده عشان مهم جدا. اوعى تحط نفسك في مشكله كبيره وانت مش واخد بالك. معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات. ثلاث جرائم الناس بتعملها فاكره انهم اخطاء عاديه او بسيطه او مش اخطاء اصلا، ولكنها تعد جريمه فيدراليه بيعاقب عليها القانون الامريكي. الثلاثه دول هم ايه؟ اول حاجه لازم تكون سيتيزن علشان تنتخب، لازم تكون معاك الجنسيه الامريكيه عشان تنتخب. ما ينفعش يكون معاك جرين كارد، ما ينفعش يكون معاك اقامه، ما ينفعش حتى لو انت عايش في امريكا بقالك 15 20 سنه، بس طالما مش معاك الجنسيه ما تقدرش ان انت تنتخب. ففي ساعات الناس بتروح لجنه الانتخابات بالاي دي بتاعهم الدرايف لايسنس ولا حاجه ويروحوا يقدموها وينتخبوا. لو عرفوا بعد كده ان انت ما انتش مواطن امريكي وانتخبت هتبقى مشكله كبيره وهيجيبوك، لان انت كده بتبوظ الانتخابات. وانت عارف ان امريكا الانتخابات عندها مهمه جدا، وخصوصا انتخابات عاليه كده زي انتخابات الرئاسه والكونجرس والكلام ده كله. فارجوك ما تروحش تنتخب الا لو انت سيتيزن. في انتخابات محلية انت ممكن تنتخب فيها، ولكن مش هي دي الانتخابات، مش الجنرال الكشنز ولا برايم الكشنز، لكن الانتخابات المحلية في السيتي بتاعتك، في مش عارفة ايه مدرسة الولادة، يعني في انتخابات تانية انت ممكن تنتخب بيها فيها طالما ان انت معاك اقامة او ان انت معاك الجرين كارد، لكن الانتخابات الرئاسية لازم تكون سيتيزن. في ناس كانت بتسأل بتقول طب انا لو رحت عملت الانترفيو بس لسه القسم معاد القسم ما جاليش، انت لسه مش سيتيزن. لغاية ما تقسم اليمين وتقف قدام القاضي يعني وتقسم اليمين ان انت مواطن امريكي ويدوك الشهادة بتاعت الجنسية، انت ما تقدرش تنتخب. رقم اتنين ان انت ما ينفعش تنتخب مرتين. في ناس بتقول لما جالها البالوت على البيت اللي هي بتاعت الميلن راح ملاها وبعتها، وبعد شويه قال طب والله لجنه الانتخابات جنبي ايه او جنب الشغل بتاعي، طب ما انا عادي انتخب، جايز الاوانيه تضيع، اصل هم هياخدوا ورقه وهينسوا الثانيه. مش هيحصل كده. لو انت انتخبت مرتين بتعتبر جريمه فدراليه، لانهم في الاول بيعدوا الاصوات، بيعدوا الاصوات اللي بتيجي، وبعد كده يبتدوا بقى بعد ما الانتخابات يطلعوا النتيجه العامه اللي هي قدام الناس، يبتدوا بعد كده بقى يمسكوا الحاجات دي ويعملوا بقى تشيك ومين مين ما كانش مواطن ومين انتخب مرتين. الحاجات دي جرائم هيعاقب عليها قانون وهيجيبوك في الموضوع ده. فده مش هزار يا جماعه، ما ينفعش تنتخب مرتين. رقم 3 لازم تكون عندك 18 سنه عشان تنتخب. لازم ان انت تصوت لنفسك، ما تصوتش لحد تاني. بمعنى ايه؟ في واحده بعتت لي بتقول لي ابنها عنده 18 سنه وهو مولود في امريكا فمعاه الجنسيه، هي ما معهاش الجنسيه، هي معاه اقامه بس مش معاها الجنسيه، وهو مش عايز يصوت، مكبر دماغه ومش فاضي، فهل هي ممكن تمسك البالوت وتصوت مكانه؟ لا يا جماعه، لازم هو اللي يمارس الحق بتاع التصويت بنفسه. ما ينفعش اخد البالوت بتاعت ابني واملاها له، ما ينفعش، هو لازم يصوت بنفسه. انت ممكن تقنعيه انه ينتخب، ولكن ما تاخديش البالوت وتصوتي مكانه. ما ينفعش حد يصوت مكان حد، لازم كل واحد يصوت لنفسه، لان هي دي الديمقراطيه. وانت ممكن تقنعي ابنك ينتخب، ممكن تحاولي تساعديه انه يلاقي المرشحين الكويسين ويحط اساميهم، لكن تنتخبي مكانه وتاخدي البالوت بتاعته وتمليها مش المفروض ده يحصل. دي برضو تعتبر جريمه فيدراليه، لو اتعرفت هتبقى جريمه كبيره. فخدوا بالكم من الحاجات دي يا جماعه، الانتخابات في امريكا مش هزار، هنا مش بياخدوها كده لايتلي. الانتخابات مهمه جدا جدا جدا، انها زي ما انتوا شايفين بتحدد مصير حاجات كتيره قوي. فارجوكوا خدوا بالكم، ما توقعوش نفسكم في مشاكل وانتوا فاكرين انها اخطاء صغيره. كان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات.